الشانل دي معموله للمدخنين فقط. لو انت مش مدخن ما انصحكش تجرب اي حاجه من اللي هتشوفها هنا. اما لو انت مدخن اي حاجه هتجربها بناء على اللي هتشوفه هنا هتجربها على مسؤوليتك الشخصيه كده مالكش حجه. السلام عليكم، معاكم الاونز. جهاز مختلف يبقى فيديو مختلف. انه ايجيس مود من جيك فيب. جيك فيب وهيفن جيفتس ورايدر فيب وكايرو فيب كلوب جميعهم ابدوا اهتمامهم وتواصلوا معايا ان هم يبعتوا لي سامبلز او عينات من هذا الجهاز عشان اقيمه. الحقيقه انا بشكرهم كلهم على اهتمامهم، ولكن انا خدت الجهاز من كايرو فيب كلوب لان الاقرب بالنسبه لي، ولكن الجميع بيوفر هذا الجهاز. شوف مين اقرب اليك وتواصل معاه، اللينكات كلها في وصف الفيديو من تحت. طب الجهاز مختلف ليه؟ عشان هو مصمم انه يكون ضد الصدمات وضد المياه. طب هو اول جهاز يعمل كده؟ لا، ولكن هو اصيع جهاز عرف يعمل كده لحد دلوقتي. قبل ما نتكلم بقى في تفاصيله ونخوض فيه، تعالوا الاول نتعرف على مواصفاته. مواصفات ايجيس مود: هو مود من نوع خاص جدا، مصمم ليكون مضادا للصدمات والسوائل والأتربة، مصنوع من خليط من الزنك ألوي أو الزهر والألمنيوم والسيليكون والمطاط. يعمل ببطارية واحدة 26650 مع إمكانية استخدام بطاريات 18650 من خلال قطعة مرفقة في العلبة، وإمكانية استخدام بطاريات 20700 وال21700 من خلال قطعة إضافية. الجهاز مزود بتشيب أو شريحة واعدة من جيك فيب بقدرة 100 واط وتدعم التحكم الحراري ذات استجابة سريعة جدا تصل إلى 0.015 من الثانية، والحد الأدنى للمقاومات التي يدعمها الجهاز 0.05. الـ 510 كونكشن مزود بسوستة وقطر الجزء المعدني 25 ملي مع إمكانية التحمل لحد 30 ملي. الألوان المتوفرة منه حتى لحظة تصوير هذا الفيديو هي اللي قدامنا، مع العلم ان اللون الأصفر أصبح ينتج بأزرار سوداء بدلا من صفراء ابتداء من الآن. وهكذا تأتي علب المودات أيها السادة الأفاضل. الفرق ما بين العلبتين، واحدة فيهم البطارية موجودة مع المود والتانية البطارية أنت بتجيبها لنفسك. نعرف ده إزاي من بره من غير ما نفتح العلب؟ من خلال هذه العلامة. هذه العلامة أيها السادة معناها إن البطارية موجودة بالداخل. لو مش موجودة العلامة دي على العلبة فمعنى ذلك إن البطارية أنت اللي هتجيبها لنفسك ومش هتيجي مع المود. من فوق مكتوب اسم المود و100 واط وصورة دعائية للمنتج وهو في وسط المطر كده، تدل على إن هو بيستحمل المية وحاجات كده. كل ده شيء هنعرفه كمان شوية. على الجنب عندنا اللون اللي جاي في المود. هنا اللون اسود والظهر بتاعه جلد اسود فيه خياطة حمراء. هنا لون الجان ميتال من بره والتمويه العسكري في الجلد من جوه. تعال نفتح العلبة دي كده نشوف بتيجي فيها ايه. هنلاقي علبة جوه علبة، نفتح. اوبا، ادي الوحش نايم جوه، نايم على الشمال وجنبه علبة على اليمين. الوحش طبعا هناخده بتفرغ، ما ورناش غيرك النهارده يا نجم. العلبة بيجي فيها ايه تاني؟ عندنا علبة صغيرة هنا نفتحها، هنلاقي جواها كيس. الكيس ده جواه ايه بقى؟ تعالوا نبص عليهم بالتفصيل كده. ده الادابتور او المحول او اللي هيخليك تركب البطاريات ال 18650 بدل 26650 من غير ما تترج جوه او تلقلق او تعمل صوت وتفضل محافظ على ثباتها. ده الهدف من هذه القطعه. واتنين اورينجز او موانع تسريب. حد يقول لي المود جاي معاه اورينج ليه؟ هقول لك انا، عشان المفروض ان ده المود ضد الميه ومفروض ان هو ما يخشلوش ميه. هنشوف الاورينجز دي مكانها فين في المود، ودي البدائل اللي جايه لك معاه. مسمارين صغيرين اسودين حلوين، اقول لكم كمان شويه بتوع ايه. وقطعه صغيره من السيليكون مجهوله الهويه، برضو هنعرف بتاعه ايه. العلبه دي ما فيهاش حاجه تاني. هنا عندنا اليوزر مانيوال او دليل المستخدم الخاص بالجهاز، انصحك بقراءته ان كان لديك بعضا من الانجليزيه. العلبه ما فيهاش اي حاجه تاني. اولا اول حاجه هتحسها لما تفتح العلبه ريحة الرابر والمطاط والسيليكون، كأنك جايب كوتشي اديداس، يعني ريحته مميزة عن أي جهاز ممكن تكون جبته قبل كده. مكتوب جيك فيب على هذا الجانب ومكتوب اسم المود على الجانب الآخر. هنا بقى الميكس في الخامات اللي هم بيقولوا عليها، ده السيليكون أو المطاط واضح جدا أهو، ليه ملمس مطاطي كده مميز جدا، يعني هو المفروض إنه سيليكون بس هو بالنسبة لي رابر جدا. ده الألمنيوم، دراع الألمنيوم اللي رابط المود ببعضه، وهنا الخامة المموهة من الجلد الصناعي المطرز بشيء
شيء من الخياطة السوداء. كم أنت جميل وثقيل في نفس الوقت الحقيقة. الـ 510 Connection ثابت ثبات انفعالي عالي جدا وقطعة هايلة جدا، ممكن تحط أي تانك هنا لغاية 30 ميلي، لو عندك حلة صغيرة تشرب فيها ليكويد ممكن تحطها هنا عادي جدا. أين يكمن الـ USP؟ الـ USP أيها السادة الأفاضل هو مستخبي تحت المسمارين دول. الـ USP ده مش معمول للشحن أيها السادة، الـ USP ده معمول عشان تعمل بيه أبجريد فقط لا غير. إذا احنا كده عرفنا القطعة المتطية الغريبة المبهمة كانت ليه. هي بتركب مكان عازل اللي تحت الـ USP عشان يمنع دخول المية. بنوصله ازاي؟ تابع الكتالوج هتعرف ان انت تفك المسمارين دول والقطعة دي لما تكون عايز تعمل ابجريد، تخلص الابجريد او تطوير نظام التشغيل اذا نزل له ابجريد، ثم تركب القطعة السيليكون وتقفل القطعة دي تاني وتربط المسمارين جيدا. شكرا. هي دي مهمة الـ USB فقط لا غير. ده زرار الباور، ده الزرار اللي بيعلي بيوطي، دي الواجهة الاساسية. خامة كده من البلاستيك مديه احساس الازاز لامعة زي ما احنا شايفين. من تحت عندنا غطى البطارية، غطى بلاعة مش غطى بطارية، بصوا قد ايه يعني متوحش. بنفكه ازاي؟ بمنتهى البساطه عندك اختيارين. هو حاطط لك فتحه هنا عشان لو عايز تستخدم كوين في حاله ان انت ما عندكش ضوافر او ما بتعرفش تطلع دي من هنا بسهوله، او دي حصل لها حاجه لا سمح الله واتكسرت، فدي فكره عبقريه ان يحط لك الاختيارين في فتحه الباب. بنفتح ازاي بالطريقه الطبيعيه؟ بنطلع دي لبره ونلف عكس عقارب الساعه. شكرا. ادي باب البلاعه خرج. ادي بقى الاورنج اللي بقول لكم عليه هنا، مانع التسريب. مانع التسريب راكب على غطاء البطاريه في حاله ان انت تتقطع منك او حصل فيه مشكله، عشان تضمن ان المود لازل هيمنع دخول اي سوائل جوه باي شكل كان، لازم تركب اورنج جديد لو ده حصل له حاجه. ادي البطاريه المرفقه ايها السادة الافاضل، مقاسها 26650، ساعتها 4300 ملي امبير، وقدره التفريغ بتاعتها 35 ام. بيبقى عليها ستيكر ملزوق هنا اول ما بتيجي جوه الجهاز عشان خاطر تمنع ان هو يشتغل بالخطا اثناء ما هو في الطريق اليك. لو جيت شغل الجهاز وما لقيته ما اشتغلش اول مره، بس مجرد انت تشيل الستيكر اللي كان هنا هيشتغل عادي جدا. في حاله انت هتركب بطاريه 18650 بنعمل الاتي: بناخد البطاريه بنركبها جوه هذه القطعه المطاطيه، ونخلي القطعة المطاطية في النص. شكرا. كده هي جاهزة ان هي تدخل، تحطها زي ما هي هنا، تقفل عليها الباب، حمد لله على السلامة. عشان لو حبيت تركب بطارية اصغر، او بطارياتك الاحتياطي كانت 18650 مش 26650، في هذه الحالة القطعة دي معمولة من اجل هذا السبب. تعالوا نركب البطارية ونشغل المود. يلا نشغل الجهاز. نشغله ازاي؟ خمس قطع زرار الباور ورا بعض، 1 2 3 4 5. نقرا الشاشه بسرعه كده. فوق النظام اللي انت عليه، في حالتنا دي نظام الباور، تحت الواط اللي احنا عليه، اللي تحته مقدار شحن البطاريه، اللي بعده الكويل، اللي بعده الامب، واللي بعده الفولت، واللي بعده عدد الانفاس اللي خدناه. تعالوا نركب اتومايزر. انا هركب دلوقتي الجون LP، مقاومات الكويلات اللي جوه فاصلة 36. كده انا عايز 13 امب. عايزين نغير النظام اللي احنا بنشرب عليه. نخش على التمبريتشر كنترول مثلا، 1 2 3، عند زرار الباور هتلاقي العلامه دي نورت. نخش يمين، بقينا في التحكم الحراري بالنيكل، التحكم الحراري ستينلس ستيل، التحكم الحراري تيتانيوم، التحكم الحراري TCR او الفاليو اللي بندخلها بايدينا، وهنا الVBC او الكيرف او نظام النفس اللي انت بتتحكم فيه، اللي بعده نظام الباي باس او نظام الميكانيكال مود. نرجع تاني لنظام الباور. بصوا بقى المنيو حلاوتها ان هي سهله جدا. انت عشان تغير اي حاجه من اللي قدامك انت بتخش عليها هي فورا، مش بتروح لمنيوهات داخليه وتفاصيل جوه. بمعنى ايه؟ بمعنى انا عايز اعلي الوات، بعمل كده وبنزل بالوات من هنا، ده شيء طبيعي بيحصل في اي حته في الدنيا. لكن ايه الاضافه؟ 1 2 3، عايز انزل اعدل مثلا في مقاومه الكويل، دوس دوسه واحده على زرار الباور، انزل على الكويل، دوسه دي عملت ريسيت للكويل، كاني شلت التانك وحطيته تاني. انا بقول للمود من فضلك اقرا المقاومه من جديد لاول مره، دوس فاير نقرا المقاومه من جديد. طريقه سهله جدا، بدل ما تفك التانك وتركبه تاني لو عايز تعيد قراءه المقاومه او شاكك في حاجه انت عاملها فوق. باف كاونتر يمين بيصفره يمين، يرجع تاني الوضع الطبيعي. كويل احنا قلنا ان احنا ممكن نعمل له ريسيت، ولكن كمان ممكن نعمل له لوك. ازاي بقى؟ دوسه على الزرار الشمال بعد الزرار الباور هتخلي الكويل يتعمل له لوك. لو انا في حاله التحكم الحراري ومش عايز المقاومه تتغير، بعمل لوك بالطريقه السهله جدا دي. أأكد اختياراتي ازاي؟ دوسه طويله على زرار الباور، كده اللي احنا اخترناه اتثبت. طيب ايه تاني؟ لو انا مثلا في نظام التحكم الحراري مثلا، نفترض بشرب على نيكل، الاختيار ده اتغير اصبح وات، بمعنى ان انا بسهوله جدا اقدر اتحكم في الوات اللي انا عايزه ودرجه الحراره من غير ما الجا الى منيوهات داخليه زي ما بيحصل في بعض الاجهزه. حقيقي فيتشر بسيطه وجميله وعبقريه جدا. لو انا على نظام الفي بي سي وعايز اتحكم في النفس بتاعي، بعمل ايه؟ اوصل لغايه نظام الفي بي سي، ثم دوسه واحده على زرار الباور. هنا بيقول لك ان انت اول جزء من النفس عايزه على كام وات، علي وتوطي فيه، تختار الوات اللي انت عايز تبتدي منه. دوسه كمان تعمل ده في اللي بعده، دوسه كمان تعمل ده في اللي بعده. خلصت اختياراتك، دوسه طويله على زرار الباور عشان خاطر يؤكد لو جيت اخد نفس ده اللي هيحصل. شايفين؟ هو ده بالظبط
اللي بيحصل. ده في نظام الفي بي سي، ده عشان تتحكم في الكيرف بتاع النفس بتاعك وانت بتشرب. 1 2 3 هرجع تاني لنظام الباور. انا كده واقف على نظام الباور دوسه طويله، انا باكد نظام الباور. لو عايز تقفل السيتنج او وصلت السيتنج مظبوطه ومش عايز تلعب فيها تاني، دوستين مع بعض على الزوارين دول هيعمل لك علامه القفل، دي معناها ان السيتنجز لوكت. لو تيجي تعمل كده يقول لك انلوك، دوس الزوار اللي بيعلي وبيوطي عشان خاطر تفك اللي انت عامله. طبعا الفليكر او الحركه اللي بتحصل قدامنا دي نتيجه للشاتر سبيد او خاصيه في التصوير انا بستخدمها، لكن ده ما بيحصلش بعينك لما بتشوف المود. الرعشه دي مش موجود. نوصل للحد الاقصى في الوات بسرعه جدا لان في اكسلريشن عبقري الحقيقه، ادي لغايه ال 100 وات وجنزل نفس الاكسلريشن يبتدي يتسارع بسرعه جدا، هوب بقينا في واحد. فعلا من اسرع الاكسلريشنز او التسارع اللي شفته في ضبط الوات، وده يعوض فكره ان انا مش لاقي ميموري في الجهاز او ما عنديش خاصيه ان انا اعمل ذاكرات مختلفه للسيتنجز اللي انا بستخدمها. هل هو يا انز بيتقفل الشاشه بتاعته ولا لا؟ مش بتتقفل قوي بالمعنى الحرفي، ولكن ممكن تنزل بدرجه الاضاءه للحد الادنى. دوس على الزرار ده مع زرار الفاير مع بعض هتلاقي نفسك بتنزل لحد الحد الادنى، بس مفيش ان هو يقفل خالص، هو بس اخره يوصلك لهذه المرحله. عايز تعلي تاني بتدوس على الزرار اللي بيعلي مع زرار الفاير مع بعض، البرايتنس بيعلى لحد 100%. والملاحظه هنا ان انا من بعد 50% لحد 100% انا ما عنديش ارتفاع واضح في البرايتنس. يعني بصوا انا كده عند 50، حد يقول لي كده حد حاسس بفرق من 50 لغايه 100؟ اي كلام. تيجي ننزل بعد ال 50 بقى تحت، بص هوبا في فيد جميل بيحصل واضح جدا. اذا انت من 50 لغايه 0 كده احنا خلصنا سواقه المود بمنتهى البساطه. فعلا من ابسط المودات والسوفت ويرز اللي شفتها حاليا موجوده، بسيطه وشيك وجميله في نفس الوقت، شكلها حلو وادائها والوصول اليها والتعامل معاها برضو مميز جدا. تعال نشوف اللون التاني بالمره. هنا النسخه التانيه زي ما احنا شايفين سوداء تماما مصمطه من اول الجلد لحد المعدن لحد الرابر، كله اسود في اسود. ادي الاثنين جنب بعض. وزن المود ايها الساده بالبطاريات 294.7 جرام، وزن المود من غير بطاريات 200 جرام. اذا في حوالي حاجه و90 جرام للبطاريه بيخليه 300 ل 200 جرام. ولكن جيك فيب ليهم اسبابهم في انه هو يكون بهذا الوزن نظرا للهدف اللي هو صنع من اجله. فتعال بقى ايها الساده الافاضل نخضع احد الجهازين لاختبار قاسي حبتين. We'll put their name to the test. هنركب مركب شراعي صغنونه جميله زي ما احنا شايفين الرجاله بتجهز اهي. بنت المنيا الجميله احد اجمل مدن صعيد مصر ايها الساده الافاضل. تعرف يعني الفيب يا حاج؟ اعرف بقول لك يا ولد اشرب مني يا بطل الدخان. بل الفيب يا ريس. بل الفيب حلو. الفيب حلو مفيش كلام. اول اختبار متواضع، هناخد المود تحت الميه ونشوف هيعيش ولا مش هيعيش. يلا نشوف هيشتغل ولا لا. اوزو اول اختبار اوزو. راك حاج اللي شفته بساطة منها خالص جدا. نخش في الاختبار اللي بعده. كده يبقى عدى من تاني اختبار. نزلناه الميه وعاش، وحطيناه في كوبايه 7 وعاش. تعالى ناخد الاختبار المستوى اللي بعده.
من مسافة متر مثلا، لو حد وقع من ايده ممكن يحصل له ايه؟ زال يعمل حتى الآن. اللي بعد دلوقتي بقى كل الاختبارات اللي فاتت كوم واللي جاي ده كوم تاني، لازم ناخده لمستوى اكثر قسوة. اتفشخ يا جدعان، اتفشخ. بس شغال ولا ايه؟ حد يديه تانك، الحقوني التانك. بعد الدمار الشامل اللي حصل لسه شغال. حقيقي صعب عليا جدا كمان. ذنبه ايه يحصل فيه كل ده؟ ذنبه ان جيك فيب قالت ان هو ضد صدمات ضد المية. حتى ده مش مبرر ان الواحد يطلع كل السادية اللي جواه الجهاز. معلش حقك عليا، ده ما يمنعش ان هو اثبت كفاءة غير طبيعية. تخيلوا ان هو ده الجهاز المصاب. على فكرة الشاشة شغالة عادي جدا ولا كأني في اي حاجة، وكل الزراير بتعمل عادي جدا وهو مفيش اي مشكلة من اي نوع، كل حاجة شغالة بعد الحادثة الأليمة. القطعة دي بس طلعت شوية لبره، رجعتها بايدي مش عارف اطلعها تاني حتى عشان اوريها لكم، لكن زي ما انتوا شايفين فولي فانكشن. كونوا عارف يعيش بعد كل اللي حصل فيه ده، ده في حد ذاته انجاز. كون البطاريه بقى خرجت سليمه من هذا الجهاز، ده بالنسبه لي كان شيء مبهر. اولا تخيلت ان البطاريه من احد الحاجات اللي حصلت معايا لما مشي عليه اللودر مثلا، ان هو ممكن يتفعص او البطاريه ممكن تعمل فينتنج او تسرب او تنفجر او يحصل اي حاجه. انا كنت متوقع ان ده ممكن يحصل وعامل حسابي، عشان كده كنا لابسين حاجات السيفتي كتير دي، ولكن ده ما حصلش. وده كان بالنسبه لي هو العنصر الابهار هنا، ان البطاريه خرجت سليمه وبتتشحن وشغاله عادي جدا. كنت بستخدم فيه بطاريه امرين ساعتها، مش البطاريه اللي جايه معايا. البطاريه اللي جايه معايا تكسب الحقيقه طبعا، بس انا قلت لو هضحي هضحي بالبطاريه دي لان هي اقل كفاءه من البطاريه اللي بتيجي معايا. مفيش حاجه بتادي حتى الام في 26650 جربتها لغايه دلوقتي، يعني اول بطاريه كسبانه بالنسبه لي هي اللي جايه مع الجهاز. اذا بعد كل اللي حصل المود حقيقي عمليا هو شغال من غير اي مشكله خالص. انا عايز اقول له شخصيا برافو عليك. عسل عسل، كفايه عليك، مش هضغط عليك اكتر من كده. هحطك جنبي في المتحف، هبقى اعدي عليك كل شويه كده ازورك واشكرك. تقدر تفضل انت. اي مره دي انا حبيت الكاموفلاج، عمري ما كان بالنسبه لي لون مغري. اول جهاز يخطفني الكاموفلاج بتاعه هذا الاوزو، حقيقي عرف يحصل على اهتمامي. اول ما بتمسكه كده تحس ان انت ماسك سلاح طبنجه، مش احساس مد، احساس سلاح. زور الباور عامل زي زور النور في بيتكم، تحس ان انت هتقفل النور مش هتاخد نفس. فينش بتاعه في منتهى الشياكه والشده والرقي، ما عنديش ملاحظات نهائي على الفينش. الملاحظه الوحيده اللي عندي على الخياطه اللي في الظهر. الخياطه اللي في الظهر ايوه
الساده لما بتوصل للاخر لو ركزت قوي بعينك كده تحس ان هي معوجه في اللون الاسود باينه اكتر من الكاموفلاج، لكن من بعيد سنه كده انت ما عندكش مشاكل، اول ما تقرب وتاخد بالك من التفاصيل هتشوف. فغالبا جيك فيب اللي بيفنش عندهم الحته دي عنده مشاكل في ظبط الاوزو في النص، مش بيظبطها بالظبط، دايما بيلوش. غير كده ما عنديش اي ملاحظات على الفينيشينج بتاع الجهاز، فينيش حقيقي عالمي. شايفين المسامير لونها اسود جوه بتتخربش، يعني مع الوقت لونها بيروح. في حاله اللون اللي معايا في الجهاز المسامير اللي في الجنب فضي، تالي ما بيحصل لهاش او ما بتشوفش خربشه. بتشوف الخربشه دي فين؟ في المسامير السوداء من غير ما حد يكلمها. يعني انا المده ده ما عرضتوش لاي نوع من انواع التعذيب، ما مارستش عليه اي سهاديه لغايه دلوقتي، ومع ذلك المسمارين اللي فوق بيتخربشوا. مد رجالي فشخ مش خفيف، وزنه 200 جرام لوحده وبطاريته وزنها 100 جرام، يعني احنا بنتكلم في 300 جرام في ايدك، فده مش حاجه سيده تمسكها، ده عايز راجل وراجل ناشف مش راجل لمؤاخذه. مش مد تمسكه اول ما تصحى من النوم، افطر الاول بعد كام سكه، مش هينفع تتعامل معاه وانت لسه مدروخ كده ومش فاهم حاجه، لا محتاج صحتك كامله. ال 510 كونكشن هيخلص عند 25 مللي ده الحته السيلفر، ولكن المد لغايه هنا هيشيل تنكات، وهو عامل لك بصياعه اللفه دي عشان لو في اي تنك مهما كان سمكه هيوصل لغايه هنا وهيوصل لغايه هنا. اذا لو انت حاطط 26 30 مللي هيركب عادي جدا. المتعه الكامله في استخدام الجهاز ده انك تستخدمه ببطاريته هو، مش تجيب له بطاريه 18650. طبعا هو هيشتغل ب 18650 عادي جدا، ولكن هتستمتع فعلا بكباسيتي البطاريه الكبيره، بطاريه كبيرة بمقام بطارية ونص من الصغيرة. الحسبة هنا مختلفة، يا سلام لو معاك بطارية تانية 26 باك اب، كده انت كل مشاكلك اتحلت ويومك متأمن مهما كنت. عايز تاني هات تاني، ولكن اعمل حسابك ان هو بتشحنش USB ولازم يبقى معاك شاحن خارجي، ويفضل يبقى بطارية اضافية. مستخدمين المود ده لو عندك المود ده لوحده معاكش غيره، في الحالة دي وجود بطارية احتياطي ضرورة حتمية، مش مجرد اكسسوار، لازم معاك بطارية احتياطي، لان انت ما تملكش ان انت تشحنه بالـ USB في الطوارئ حتى، فانت في الحالة دي لازم معاك بطارية تانية عشان تكمل يومك ببطاريه تانيه، دي لازم الفت نظرك ليها، ويفضل تجيب بطاريته هو هو تاني. لو عرفت تشتري بطاريته تاني انت عملت مع نفسك الصح، لو ما عرفتش تجيب بطاريه 18650 تثق فيها مش اي بطاريه وخلاص. ليه بقى؟ لان انت لو هتجيب بطاريه بلح وهتركبها في الجهاز ده ثق وتاكد ان هي هتتفضح. لو كان معاك مده بطاريتين مثلا، بطاريتين اي كلام او مش اصليين او الامب ليمت بتاعهم منخفض، هيشيلوا بعض كونهم الاثنين سيريس وانت ما بتطلبش باور عالي، فممكن يعيشوا وما تحسش ان هم بلح. هتحط واحده لوحدها هنا تطلب 70 واط 80 واط هتعرف على طول ان هي بلح، هتقول لك ويك باتري وهتلاقي نفسك البطاريه في نص البطاريه مش قادر تديك طلباتك، اعرف على طول ان بطاريتك فيها مشكله. يبقى لو هتجيب هات البطاريه اللي جايه مع الجهاز، او تجيب 18650 تثق فيها. وانا بالنسبه لي افضل سوني في تي سي، حتى الان اكتر بطاريه بتديني امب ليميت اعتمد عليه. ولو هتستخدم بطاريه 18650 مهما كان نوعها، مهما كان نوعها، نصيحه مني ما تعلاش عن 75 واط، لان البطاريات دي مصممه ان هي تشتغل على مدات 75 واط مش اكتر. اليو اس بي بتاع الجهاز اللي احنا قلنا عليه اللي موجود تحت هذا الكفر هو مش للشحن، هو للابجريد وللابجريد فقط. محدش يجي يعمل ناصح يقول لك انا اوبا اتزنقت في شحن معيش فانا هفك عشان اشحن يو اس بي، هي اصلا مش تشحن فما تحاولش. فتحات الفنتنج او التهويه بتاعه البطاريه هم الخمس فتحات اللي موجودين فوق هنا اهم، تحتهم قطعه البلاستيك اللي بتغطي اليو اس بي، فبالتالي لا سمح الله لو حصل فينتنج او تبخير المفروض ان قطعه اليو اس بي دي تتزق، ولو في لا سمح الله فينتنج هيحصل، هيحصل من الفتحات اللي فوق دي، رغم ان دي طريقه الفينتنج الوحيده، لكن انا بالنسبه لي مش مقنعه قوي. انا كنت محتاج اشوف فتحات تهويه اكتر، ولكن هو صعب جدا تعمل فتحات تهويه في الجهاز ده غير بالطريقه دي او بفكره مفتكسه جديده خالص، لان انت الجهاز ضد الميه، لو فتحات تهويه طبيعيه هتدخل ميه، فهم وصلوا للحل ده عشان خاطر يمنعوا دخول الميه للمد، ولكن يفضل في فتحه تهويه. الجهاز بيوصل للاوفر هيت بروتكشن بسرعه في حاله الدريبرز، لما تكون حاطط دريبر فوق وعامل ديول كويل وبيلد واطي جدا وتشرب عليه على وات عالي جدا، بيحصل ان المود بيقول لك اوفر هيت بروتكشن او بيحمي نفسه من ارتفاع درجه الحراره بدري شويه عما انا متوقع. المودات كلها بتعمل كده، بتعمل كده عند 75 درجه مئويه مثلا، وهنا مش قايل هو عند كام، تمام؟ هو بيقول لك ان الديفايس سخن جدا، بتسيبه شويه بيهدى، ولكن انا بحس ان ده بيحصل اسرع شويه من المودات الاخرى. ده غالبا بيحصل بسبب حاجه من اتنين، اول حاجه ان هم ظابطين درجه الحراره على اقل من 75 واط، فبالتالي بيوصل اسرع على درجه الحراره اللي انا فاكرها 75، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان المود تقريبا ما فيهوش اي تهويه من جوه تخلي الشبايه او المود نفسه يبرد، فبالتالي هو ممكن يوصل 75 بسهوله اسرع من غيرهم. ولكن في حاله التنكات كلها اللي استخدمتها ده ما حصلش معايا، دريبر واحد فقط اللي عمل كده وكان كله معدني وكان بيسخن اصلا هو جدا، فبالتالي السخونه دي وصلت للمود بسرعه، فالمود قال لي احنا هنا اوفر هيتنج بروتكشن، سوري استنى شويه لغايه لما الجهاز يهدى. اداء الشبايه
الشبايه بقى في نظام الباور ولا اروع ولا اسرع ولا ادق، تقريبا مفيش ديلي، سريعه جدا جدا، وثبات الوات واستقرار النفس عالي جدا جدا. والشيب بتقرا لك اللي بتعمله ريل تايم بسرعه جدا قدامك، المقاومه بتتغير بيقول لك هي راحت لكام، الوات بيتغير بسبب ان البطاريه فيها مشكله او مش قادره تستمر بيقول لك هي في كام، والفولت بيتقال ريل تايم. كل حاجه بتحصل بمنتهى السرعه وبمنتهى الدقه في هذه الشيبايه. انا مبسوط من اداء الشيبايه جدا، ولكن في التحكم الحراري بقى، التحكم الحراري انا جربتها في مود ستانلس ستيل فقط ولبستني كام دراي هيد، اذا انا مش هرشحها لمحبي التحكم الحراري. لو انت من هوايه نظام الباور بتشرب على الوات هتستمتع بهذه الشيبايه جدا. كذا حد قال لي او قريت ان بعد الابديت الموضوع هيختلف او هيبقى احسن، ولكن انا في الحاله دي بقيم الجهاز خارج من علبه مش بقيمه بعد الابديت. لو عملت الابديت بتاعه هقول لكم على الفيسبوك وانستجرام ايه اللي حصل او ايه الاختلاف اللي انا شفته. البطاريه اللي فيه بتتشحن في قد ايه؟ بتتشحن على الشاحن نايت كور الدي 4 اللي بيشحن ب 750 في 6 ساعات. اي أيوة والله في 6 ساعات، ان الكباستي بتاعتها اكبر من 18650، فطبعا الشحن بتاعها هيبقى اطول. لو عندك شاحن بيشحن بسرعه 1 امب هيشحنها باسرع من كده، ولكن انا على 750 اللي انا بفضلها بتتشحن في 6 ساعات. مميزات وعيوب، ونبدا بالعيوب. اول عيب ان هو مش دقيق في التحكم الحراري، واحنا قلنا ده من شويه. تاني عيب بالنسبه لي ان هو مش خفيف، مش سيداتي، مفيش ست ممكن تشيل مود بالحجم ده، فبالتالي هو هيستثني السيدات وهيستثني الرجال يعني بالظبط. ما بتشحنش يو اس بي، بس دي حاجه احنا عارفينها مش جديده، ولكن هي بالنسبه للاشخاص اللي بيحبوا يشحنوا يو اس بي تعتبر عيب، لكن بالنسبه للاشخاص اللي بيخافوا على اجهزتهم وبطاريتهم وبيحترموا القواعد فهو مش عيب، لان اكيد الشخص ده عنده شاحن خارجي. مميزاته بقى ضد الميه ضد النار ضد الحشره ضد الفار، مش حرفيا يعني، ولكن ضد الصدمات ضد المية. لو انت عايش في الصحراء بالنسبة لك دي مش ميزة مهمة، لا ميزة مهمة، لان كونه ضد المية فهو ضد الليكويد. معنى ذلك ان انت لو تنكتك كلها بتعمل على روحها او بلداتك فيها مشاكل او تنكتك بتسرب قدامك او من وراك وانت نايم، بالتالي المد ده مش هيفرق معاه ولا حاجة من اللي فاته، لان هو بيتحمل جميع انواع السوائل بما فيهم المية والسيفن اب والليكويد. اذا ميزة ان هو ضد المية مش مجرد ميزة لزوار السواحل وزوار البسينات وحمامات السباحة، دي ايضا ميزه مهمه جدا للناس اللي التنكات بتاعتها بتسرب ليكويد بشكل او باخر. مسكته بقى قد تكون بالنسبه لبعض الناس مريحه وقد تكون لا، ولكن بالنسبه لي انا مسكته مريحه جدا، وخصوصا كده وظهر الجهاز في بطن ايدي والزرار عندي لبره، انا بستريح جدا للمسكه دي. في العلم ان دي كمان مش مضايقاني، لان صوابعي بتبقى مريحه في الحته دي والجزء ده بيبقى قافل على اخر صباع، فبرضه عندي احساس بالامان وبرضه متملك كويس من المسكه دي. ولكن جميل في الجهاز ده ان انت وقع من ايدك ما تخافش عليه، يعني ما تبصش عليه اصلا، مش هيفرق، هو هتاخده وهتشغله، والخوف على التانك اللي فوق مش على الجهاز، فدي حاجه تحطها في حساباتك وانت قاعد في البحر على البسين بتاع، ارميه جنبك في اي حته مش فارق معاك، سيبه في الرمل مش هيفرق، هتعمل كده هينضف، ما نضفش خده اغسله تحت الميه، اديه شاور معاك عادي جدا. بعد جوله السيفن دي الجهاز طلع ملزق شويه، غسلته في الحوض تحت الحنفيه عادي جدا جدا، ورجع اوزو اديله شطفه، بس كنتش اتوقع ان انا في يوم من الايام ممكن نقول على مده اديله شطفه. اداء الشيبايه هايل في وضع الباور، سوفت وير ممتع شكلا واستخداما، تحسه سلاح بس ناقصه طلقتين. اي تانك هيركب عليه بمنتهى البساطه، اي تانك ان شاء الله لو حله يسمح بالابجريد او تطوير نظام التشغيل من خلال سوفت وير من على الويب سايت بتاع جيك فيب. اخر ميزه بقى غير تقليديه في اجهزه كتير جدا، انك ينفع تستخدم عليه مجموعه من البطاريات، مش بس البطاريتين اللي هم قالوا عليهم. هقول لك ازاي. 26650 البطاريه اللي جايه معاه احنا عارفينها خلاص، فهمنا دي بتحصل ازاي ودي بتركب عادي جدا من غير اي اضافات. 18650 بتركب من خلال الادابتور اللي احنا شفناه في العلبه. طب ايه كمان؟ جيك فيب بقى عملت ادابتور بيركب تحت مكان الغطا ده، مختلف ما فيهوش القطعه دي وشكله مختلف شويه عن ده، بيسمح ان انت تركب عليه البطاريات ال21700 وال20700. اذا اي نوع من البطاريات اللي انت هتشوفه جيد بالنسبه لك بيحقق رغباتك هتركب هنا عادي جدا، ودي ميزه انا شايفها جوهر. نادرا لما تلاقي مود بيستخدم كل انواع هذه البطاريات. الجهاز ده لمين بقى؟ الجهاز ده لاي حد حده الاقصى في الشرب 75 واط، وانا قصدي اقول 75 مش 100، ان انت بعد ال 80 واط انت مش هتستمتع بالبطاريات، هتلاقي البطاريات بتخلص بسرعه جدا، فانت لغايه 75 70 واط انت في الحته اللي ممكن تستخدم فيها المود ده. لو طموحك في الواط اعلى من كده او بتشرب على واط اعلى من كده المود ده مش ليك. ولو انت من الاشخاص اللي بتبهدل حاجتها او بتوقعها او ماسك دي القطه وكل حاجه بتقع منك لوحدها، كسر حاجتك بسهوله،
مجهول او عندك اطفال او حيوانات مشاغبه ممكن توقع لك الحاجات بسهوله، او بتشتغل شغلانه صعبه وفيها نوع من انواع العنف فبالتالي ممكن مدتك تتكسر، انت الشخص الانسب لامتلاك هذا المد. لو انت معاك مد مبسوط منه ممكن تجيب ده كمد احتياط يعيش بيه في اللحظات والاماكن اللي انت خايف تبهدل فيها جهازك، مسافر سفريه فيها بحر، هتتنطط شويه، هتركب باراشوتات، هتعوم في الاعماق، هتعمل اي حاجات الان جدا على الجهاز اللي معاك انه يبوظ او يحصل له مشكله، ده اختيار مناسب جدا لاي حد بيدور على المواصفات دي وعايز مد حقيقي. صمم ليبقى، اطفيها وارميها، عبيها واديها.